صباح الخير يا متابعين مفتاح الفني الصباح لشركة فانز بروكر. يا دمهوركم كريم يجد يوم 23 مارس 2022، وهنتكلم مع بعض في الفيديو بتاعنا عن الجنيه البريطاني مقابل الدولار الأمريكي. ارتفاع الجنيه البريطاني وده راجع أكيد في المقام الأول لارتفاع شهية المخاطرة بعد تجاهل المستثمرين للحرب الأوكرانية الروسية، وبعد تصريحات كمان محافظين البنوك المركزية زي ما شفنا امبارح جيروم باول طبعا وتصريحاته اللي بتميل للتشديد، وأيضا تصريحات لاجارد، والنهارده هنكون في انتظار تصريحات بايلي محافظ بنك انجلترا المركزي. دي كانت أهم الأخبار واهم البيانات اللي اثرت على الاسواق وعلى الذوق واللي ادت لارتفاعه، ولذلك خلونا ننتقل مع بعض نشوف الشارت توقعاتنا ليه على مدار زي ما واضح معانا على الشارت. طبعا الاداء الايجابي والارتفاعات والارتداد من 31.35 وثباته على 32.10، اداء ايجابي على الاي ام اي على الفلات ترند، تقاطع متوسطات السعر الاعلى، ثبات السعر عليهم، كل ده مدعمه بشكل كبير، ولذلك نتوقع مزيد من الارتفاعات ولكن بشرط كسر ال 32.70 علشان يروح لل 33.30 وراها 33.80، مرة تانية كسر 32.70 وراها 33.30 وراها 33.80، السيناريو الآخر المعاكس حاب كسر 31.35 وراها 30.95 وآخر نقطة عند 30.35. وبكده أعزائي المتابعين نكون وصلنا لنهاية الفيديو، وبتمنى لكم أكيد يوم تداول آمن، وبشكركم على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.